لكن نمر الثلاثة برضو اللي بيقولوا لنا انه ما هو تجرب، طول بالك معاي نوعية التجارب. هو مين من البشر اتجرب النوع ده؟ ايه اقصد ايه بالنوع ده؟ مين من البشر جاله الشيطان بنفسه وقال له حول لي الحجر لخبز؟ لخبز. لا، احنا التجارب اللي بيتعرضوا لها البشر كلهم ابسط من كده بكتير. لا، ده حاجة خاصة. التجربة التانية، لو يعني اطرح نفسك، اطرح نفسك عشان تبرهن انك المسيح. يعني انت بتقول المسيح، طيب اطرح نفسك والنبوات هتتم فيك. مين الطلب منه انه يطرح نفسه من على مكان مرتفع جدا مئات الامتار؟ جناح الهيكل. جناح الهيكل. التجربة الثالثة، مين اتعرض قدامه انه ياخد كل ممالك العالم ومجدها بس يسجد قدام الشيطان؟ هي سجدة واحدة، ركعة واحدة. إذن دي تجارب خاصة بشخص خاص لبرهنت قداسته الكاملة، وليس لإغواءه لفعل خطية ما.